ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى بصوا شوفوا المهرجان اللي عملوه النهارده عند تيتا تحت. بصوا طبعا تيتا جابت لنا بتاع ده بسله كتير طبعا عشان نخزنها ونفرزها. بصوا يا جماعه رنا عشان من نفرزها من صباحيه ربنا قاعده اطلع يطلع وانا انا مش عارفه ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا يا جماعه شايفين بيطفي النور ويعملوا ايه؟ بس يا حودة حبيبي محمود ومحمود تعالوا بقى اوريكم البسله اللي هم عاملين. طب ماشي تعالوا اوريكم البسله اللي عمالين نعملها اهو يا جماعه. اوعي كده يا امي. بصوا جايبين بسله طبعا، جايبين كتير وعمالين نفصص فيها. بنفصص الله على الجمال. نبدا نفرزها. هي مش بتحتاج اي حاجه. انت هتعملي لها ايه يا امي؟ وانا هفصص معاها. هتعمليها كده هتقشريها هتفصصيها. احنا يا جماعه هنعمل معاهم هتفصصيهم وبعد كده تعملوا ايه؟ بصوا يا جماعه طبخه ما يكفوش طبخه يا جماعه. كل الشنط دي اللي جابوها دول 6 كيلو ما شاء الله. طيب ما يكفوش طبخه. مش هيكفوا اكلايه واحده، هنخليهم نبقى نطبخهم. يعني مش هتفرزوهم؟ هناك بنجيبوا كميه. هنبقى نجيب يا جماعه كميه ونفرزها. مع ان تفريزه سهل خالص يا جماعه. يعني انت بص جبتيه اهو، بتغسليه وتسيبيه لما يصفى خالص على فوطه بتاعت المطبخ، وبعد كده تعبيه في اكياس وتشيليه في الفريزر. وممكن كمان تقطعي عليه جزر هيبقى جاهز تطلعيه في وقت ما تكوني رايحه تطبخي. بصوا يا جماعه بصوا ما شاء الله كمان عليهم. بصوا طبعا التانيين عمالين بيساعدوا يا جماعه. انا ورانا طبعا ماسكه الموبايل. رنا بتعملي ايه؟ بصوا بصوا بقى قشرناهم. بصوا يا جماعه كمان. بصوا بقى بصوا بقى وطعمها والله يا جماعه تحفه. نتعبى في اكياس او نتعيه يطبخ منه على طول، بس نجيب جزر ونقطعه. طبعا بصوا العيال يتعملوا مره اكله كده بس يا حبيبي. بصوا بقى جبنا تاني بسله غير اللي انتوا شفتوها، وجبنا هي بسله. بصوا قد ايه دي كله هنقشره عشان نفصصها كده ونحطها نفرزها في الفريزر. وده فول اخضر. بصوا وده بصوا ايه يا ام الحلبه دي كلها، انت جايبه ليه ده كله؟ بصوا جايبين قد ايه يا جماعه الحلبه دي؟ دي حلبة دي بتبقى من الأرياف. الحزمة باين بجنيه. طب ده كله بصوا جايبين قد ايه؟ بص بقى فعملنا كل دوت كده اهوت، وهنفرزهم بالشكل ده. غسلناهم وبنعبيهم في الكياس كده وبنشيلهم. بصوا طبعا نضفناهم وسخناهم كويس. اهو عملتي كام كيس؟ ثلاثة. طب ما الكياس كده كتيرة، الكيس كده كتير. هيكفي دي. اهو هنعبي بقى الكياس ونوريكم بقى بنروح مخزنينه. احنا امبارح خزنا عملنا الصلصة، جبنا قفصين طماطم بس يا خسارة ما وريناهمش ليه. بقى حطيناهم في اكياس اهو. اللي خايف ما يلعبش ما تلعبيش. اكياس كده حطيناهم اهو. بصوا بقى يا جماعه عبيناهم في اكياس اهو وهنحطهم في الفريزر بكل سهوله وبساطه خالص اهو. وخضرة وزي الفل. هتحطيها في الفريزر وتطلع طازه زي الفل اهي. وعلى التسويه على طول. طبعا دول مش هيكفونا احنا لسه يا جماعه، هنجيب كميه تاني عشان احنا بنحط في الفريزر وبنفرزه. وطريقه سهله وبسيطه قوي خالص.